ماذا أنت؟ أنا فتاة جيدة. لا تقولي شيئاً، لا أريد سماعك. أنا أيضاً لست سعيدة برؤيتك. أنا لست سعيدة برؤيتك. أنت دائماً تأخذين زينتي. لماذا تفعلين ذلك بي؟ هيا اخرجي عن وجهي، لا أريد أن أراك بعد الآن. أنت كنت تسهرين الليالي خارج المنزل. يجب عليك أن تفعلين أنني سأعيش مع والدي، وأنت سوف تدفعين ثمن الذي. هيا انصرفي يا أليكسا، ألم تسمعي ما أقوله لك؟ هيا انصرفي حالاً، عليك أن تذهبي. توقفي عن الكلام، هذا لن يفيدك أبداً. ستيلا توقفي عن هذا أرجوك. يجب عليك أن تفهمي أنني سأعيش مع والدي يا أليكسا. سوف تدفعين ثمن ما تفعلينه، أنا واثقة من ذلك. انصرفي بسرعة، فأنت من بدأ بهذا أولا. هيا اذهبي. أنا فعلت ذلك من أجل مستقبلك صديقي. أجل، أتمنى ألا نتقابل مجددا يا أليكسا. وداعا. ليس لديك قلب. من أفضل الحفلات التي حضرتها في الفترة الأخيرة. أجل، أنا أسعى لإسعادك أنت فقط. سارة، بالفعل أنت لديك أم رائعة. أجل أعرف. والآن ماذا يا شباب؟ هل نجعل صوت الموسيقى أقوى بعد؟ أجل. ماذا؟ لم أسمع شيئاً. أنتما تتكلمان بصوت منخفض. أجل. إذن هيا بنا، هيا أقوى. واو. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يا إيفا تعالي، سوف ندرس سوية إذا انتهيت. واحد اثنان. الكتاب أهم ويجب عليك القراءة. أمي، لكنني قد بدأت للتو. قلت هذا يكفي، الأولوية للدراسة. هيا تعالي معي. طبعا أنا قادمة. حسناً لنبدأ. هيا اقرأي لي هذا السطر هنا من البداية. إنه سؤال صعب جداً. هيا هيا. كان يا مكان. ومن أين هذه الضجة الآن؟ إنهم جيراننا في الأسفل، ويبدو أنهم يقيمون حفلة كبيرة جداً. هذا واضح، هيا لنتابع القراءة. كان يا مكان. ما الذي يجري هنا؟ ديفيد! أبي! ديفيد! ستيلا، إنني أسمعك. عزيزي، اذهب بسرعة إلى الجيران في الأسفل واطلب منهم أن يخفضوا الصوت قليلاً، لأننا أنا وإيفا نقوم بالدراسة الآن. حسناً، سأعود قريباً. أمي، هل يمكنني الآن العودة لممارسة تماريني؟ بالتأكيد، اذهبي يا عزيزتي. شكراً كثيراً يا أمي. حسناً. واحد اثنان ثلاثة أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان يمكننا أن نرقص رقصة جديدة؟ تماماً، ولماذا لم أفكر بذلك من قبل؟ رائع. اسمعا، ما هذا؟ يبدو أن أحدهم قادم. ما الذي يطرق الباب بهذا الشكل؟ انتظرا هنا.
ماذا تريد؟ نحن مشغولون الآن، هيا أسرع، لدينا حفلة في الداخل. أنا أعرف ذلك. ولهذا السبب جئت لأطلب منكم أن تخفضوا صوت الموسيقى قليلاً، لأن ابنتي تدرس الآن في المنزل. هل ستبقى تتحدث هكذا طويلاً؟ لقد أتعبتني كثيراً. وأنت أتعبتنا بحفلاتك، فاخفضي صوت الموسيقى. كنت أتمنى ذلك ولكن لا. حسناً، عندها سأنادي لزوجتي وهي سوف تتحدث معك بهذا، وعندها ستندمين على تصرفاتك. لقد أخفتني جداً. حقاً؟ ما الذي ستفعله لي أنت وزوجتك؟ إن زوجتي أقوى وأجمل منك بكثير، هي أفضل امرأة في العالم. ما هذا الذي تقوله؟ إياك والاقتراب مني. توقف. أين اختفى ديفيد كل هذا الوقت؟ فكري منطقياً يا ستيلا، الموسيقى اختفت، يعني أن كل شيء ممتاز عند ديفيد. لا يجب عليك أن تقلقي. لا تقلقي بعد الآن يا ستيلا، لقد اهتممت بكل شيء. ديفيد! 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 ما الذي جرى لك؟ أخبرني ما الذي جرى لك؟ ستيلا، لقد فعلت ذلك من أجلك ومن أجل ابنتنا العزيزة. هيا قل لي، من الذي فعل بك ذلك؟ إياك أن تنسي يا ستيلا أن زوجك يحب عائلته أكثر من كل شيء. ما بك يا ديفيد؟ آي آي، كان هذا مؤلما. من أين جاءتك هذه البقعة الزرقاء؟ من تلك الجارة، صدقيني إنها ليست طبيعية. كل ما قلته لها أن تخفض صوت الموسيقى، والباقي كما ترين بعينيك. المهم أنهم أخفضوا الصوت قليلا. انهض هيا. لن أضع قدمي في ذلك المكان مرة أخرى. كما هي العادة، يتوجب علي حل المشاكل بنفسي. آي، مهما فعلت فدائما ستيلا تحل المشاكل. أوي. تماماً. أحتاج لأن أكل بعد أن رقصنا كثيراً اليوم. أجل، ولكن السؤال المنطقي، من سيدفع النقود الآن يا سارة؟ ماذا تقول؟ لم أفهم، ألا تملك المال؟ لا. كلا. رائع، هذه المرة الثانية وعلينا أن نخرج خلصة وبدون أن ندفع. أنتما هنا؟ لماذا جئتما إلى المقهى؟ لأننا شعرنا بالجوع يا أليكسا. هذا صحيح، لأننا رقصنا 3 ساعات متتالية، جعنا. أنت وهو لستما كما يجب، فعندما كنت في سنكما. ها أنتم هنا؟ أظن أن جيراننا قد فقدوا الخوف نهائياً. مرحباً أختي. ستيلا، كم مدى من الوقت يا أختي؟ مرحباً، إلى اللقاء. هكذا إذن تشتاق الأخت لأختها؟ كنت آمل لو أنك عانقتني يا أختي الجميلة. أمك لديها أخت؟ صدقني أنا لا أفهم شيئاً أبداً. ومن أجل ماذا سأعانقك؟ أمن أجل الألاعيب التي فعلتيها لي في صغرنا؟ إذن لن نتكلم طالما أن أشيائي تخيفك حتى الآن، وأنا ليست لدي رغبة في التواصل معك أبداً يا أليكسا. سارة، هيا نذهب، فقد ظهرت لدينا مخططات فورية. إلى أين تأخذينني؟ لكي أعرفك على خالتك. ماذا؟ أنا لا أريد الذهاب حقاً. هيا هيا. إيه؟ وماذا علي أن أفعل أنا؟ من سوف يدفع ثمن كل هذا؟
أوه هذا مذهل، كيف أمكنه فعل ذلك؟ ستيلا تعالي وشاهدي، إنه فيلم ممتع جدا. ديفيد لقد أصبحت في الثلاثين وما زلت تشاهد برامج الأطفال. أمي خذي أبي من هنا فهو يثرثر كثيرا. إذا لم تلاحظ ذلك فإن مزاجي معكر الآن. إذا تعالي إلي سوف أعانقك لتهدئي وتصبحي أفضل، ما رأيك؟ ديفيد توقف عن هذا. يا إلهي كم أنتما عدوانيتان هذا اليوم. مرحباً للجميع. إنها دمية جميلة جداً، لقد أردت مثلها عندما كنت طفلة صغيرة. هاي لا تلمسيها. إذن هيا حاولي اللحاق بي. توقفي. تعالي إلى هنا. حسناً ماذا ستقولين يا أختي؟ كيف هي أحواله؟ هل حقاً قلت لها يا أختي؟ أعذرني أنا آسفة، لقد أخطأت التعبير قليلا. حسنا لكنني لم أفهم، هل لا تفسرين لي ما قلته؟ هيا لنخرج. من دواعي سروري. إذا لا تتأخر. هناك أشياء جميلة يجب أخذها. توقفي قلت لك توقفي. أنا لا أخاف منك ويمكنك ألا تحاولي معي أيضا. أعطني دميتي الآن وإلا. وإلا ماذا؟ قولي هيا. هل ستبدأين بالبكاء كي أشفق عليك يا صغيرة؟ وإلا فهاتفك الجميل سوف ينكسر. إنه هاتفي، وكيف تمكنت من أخذه من دون علمي هكذا؟ لا تفكري بهذا كثيرا، أعيد الدمية الآن. لا تحلمي بذلك. أوبس لقد حذرتك مسبقا، واعلمي أن هذه البداية فقط. حسنا حسنا اهدئي قليلا. منذ البداية كان يجب عليك أن تبقي في هذه الغرفة ولا تلمسي أي شيء، هل فهمت ما أقوله؟ طبعا طبعا. أنا سعيدة لأننا بدأنا نتفاهم. إنها ليست طبيعية أبدا. هاتفي. أنا أسمع كل شيء. وبعد أن خرجت من المنزل أنا وهي لم نعد نتواصل أبداً. أوه لا يمكنني أن أتخيل أنك عشت كل هذا. ثم بدأ أننا نعيش بجانب بعضنا وهذا مخيف. هذا صحيح، إنني أوافقك في هذا. ديفيد زوجتك لم تختلف عما كانت في السابق، هي تضخم الأمر قليلاً. أليكسا لا تتدخلي رجاءً. على ديفيد أن يعرف الحقيقة كاملة. أصمتي أقول لك الحقيقة. أنت لا تقولين الحقيقة، أنت دائماً ما تفترين علي. أنا أعلم ما الذي تفعلين منذ الصغر. أنت لم تتغيري أبداً أيضاً. عليه أن تصمتي لأن هذا زوجي أنا. لما لا تفهمين؟ حقاً أنا لم أعد أفهم ما الذي يجري. لا يريد أن يستمع إلى كلامك. أنت دائماً ما تكذبين على حقيقتك. أنتما لماذا تتشاجران هكذا؟ كل شيء بخير يا ابنتي. أليكسا سنتكلم فيما بعد. كما تريدين. أمي أنا جائعة جدا لأنني لم أكل شيئا طوال هذا اليوم. بالطبع لقد أعددت لك السلطة التي تحبيها.
تفضلي. أوه، لماذا تطعمينها الخضار؟ إيفا، هل تريدين الرقائق؟ ليس لدينا رقائق هنا. ابنتي تتناول الوجبات الصحية فقط. شكرا لك يا أمي على هذا الطعام اللذيذ. لا داعي للشكر. ما هذا؟ أكاد أن أتقيأ. لقد كسرت إيفا هاتفي. ماذا؟ إيفا؟ يا ابنتي، هل هذا صحيح؟ طبعاً لا، لا تصدقيها، فأنا لم أفعل ذلك أبداً. أنا أقول الحقيقة، صدقوني. لا تكذبي سارة، لقد أخجلتني جداً بكلامك الكاذب هذا. ولكن يا أمي اسمعي، أنا أقول الحقيقة. اسمعي جيداً، ليس عليك الكذب الآن، قولي الحقيقة وانتهينا. أليكسا، ما الذي تعلمينه لابنتك هذا؟ أمي، وهل ستحسمين الأمر مع إيفا؟ كلا، لدي أعمال أهم من ذلك. حسناً، دعينا نأكل هنا الآن، فالطعام غالي الثمن. اسمعي سارة، أتريدين أن أسكب لك صحناً من السلطة؟ كلا، بالتأكيد كلا، أنا سأجد لابنتي طعاماً لذيذاً هنا. هذا مناسب. كل شيء سيكون أسوأ، أنا أضمن لك ذلك. مفهوم. لا أدري متى سنغادر هذا المنزل. سارة، لقد وجدتك. ماذا تفعل هنا؟ هيا اختبئ قبل أن يراك أحد. هيا اختبئ. هل حاولت أن تكسر القفل مجدداً وأن تدخل إلى شقة الآخرين؟ لقد أردت أن تكون علاقتنا مليئة بالكثير من المغامرة والاهتمام. لا تفعل ذلك، فأنا أحتاج إلى الاهتمام يا سام، أرجوك لا تفعلها. ما بك؟ ما القصة؟ منذ متى وأنت تحبين العناق بهذا الشكل؟ أوه، أنت لا تستطيع أن تتخيل أبداً يا سام، ما الأمر الذي حدث معي للتو؟ حسناً، أنا أحب الأحداث الشيقة، أخبريني بكل شيء. أنت لا تعرف أبداً أن لدي أخت غير شقيقة. تخيل ما الذي فعلته عند أول لقاء بيننا، قامت بكسر هاتفي. لقد فهمت ما الذي تقصدينه، هذا اللقاء قد أزعجك كثيرا. لا، لست أنا من كسره يا سام، هي من كسرته. المعذرة، لكنني لا أصدقك. وبعد كل هذا تقول أنك صديقي وتخاف علي؟ مستحيل، لا تحبني. يبدو أنك لست على طبيعتك في الآونة الأخيرة. أفضل أن أذهب. سام، ما الذي تفعله؟ لماذا تقوم بسرقة هذه الأوزان؟ لا تهتمي. لقد قلت لك أن تجلسي في تلك الغرفة. لا تقلقي أبداً، فأمك سمحت لي بالجلوس في الصالة الرياضية. أجل، سوف أسأل أمي عن ذلك حتماً. حسناً، ليس لدي الوقت للحديث معك الآن، جئت لأخذ الأثقال لأتدرب. الأوزان؟ أين هما؟ هل قمت بسرقتهما؟ كلا، وهل أشبه الأشخاص الذين يحبون الرياضة يا إيفا؟ لقد طفح الكيل، أنا أعرف كيف أتعامل معك يا سارة. أيتها السارقة، أنا لا أحب الرياضة، لا أحبها أبداً. عيديهما لي حالاً. هيا هيا هيا، أنت تحرك قليلاً. هيا هيا، وأنت، لقد حققت هدف. نعم. عزيزي، هل أنت مشغول؟ أوه، أجل، لدي الكثير من الأعمال لأقوم بها.
أفهمك، فاليوم ليس الأفضل لدي أيضا. لا تقلقي يا عزيزتي، أظن أن أختك ستذهب قريبا إلى منزلها وتقيم حفلة أخرى كبيرة. أتمنى ذلك من كل قلبي، وليكن سريعا أيضا. سيكون كل شيء جيدا يا عزيزتي. اسمعاني جيدا، سوف تنتهشان الآن. هل قررت الذهاب أخيرا؟ أنت تعرف ما الذي ينتظرك إذا استمريت بالحديث معي هكذا؟ ها؟ إنني أمزح. أليكسا، قولي ما الذي تريدينه؟ باختصار، لقد طردوني من الشقة بسبب الموسيقى. دو 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 دو. لذا سنبقى هنا. ماذا؟ لقد توقعت أن تقول لي هذا. شكرا لكما. يا إلهي. أوه بصدق لقد تعبت جدا، هل يمكنني الجلوس؟ طبعا بالتأكيد. أشكرك. أتعرفان يمكنكما الابتعاد، أريد الاستلقاء. أنا وديفيد كنا نتحدث بأمر جدي على هذه الكنبة. إذن اذهبا إلى مكان آخر وتحدثا كما تريدان. لنذهب يا ديفيد، فالنقاش معها لا يفيد. هيا بنا. كم أنا سعيدة، إنها صفحة جديدة في حياتي، والمهم أن كل شيء سيكون لدي جيدا. حسناً، لقد حللت هذا وما زال لدي هذا. سارة، ماذا تفعلين في هذا الوقت؟ يجب أن أكتب الوظيفة، ولكنني نسيت كتبي في المدرسة. لأول مرة أسمع منك هذه الكلمات المخيفة. سام، هل أنا أتخيل أم أنك أصبحت واحداً آخر في الحقيقة؟ أخبرني. لا تقولي هذا، لست أنا من تغير، فهنالك شخص لم يكن يرغب بالدراسة وأصبح مجتهداً فجأة. أعتقد أنك محق، ولكن أنا أعتبر أنني أتغير إلى الناحية الأفضل. أوه يا إلهي، يبدو أنني فقدت فتاتي، من سوف يشاركني بسرقة المتاجر الآن؟ إن تفكيرك محدود جداً يا سام، عليك أن تفكر. أوه، لقد نسيت واجب الرياضيات تماماً. أوبا، انظروا من يوجد هنا. وماذا نسيت هنا يا إيبا؟ أخبريني. جئت إلى المدرسة لعمل ما، ولكن لا تقولي لي أنك ستدرسين في ذات المدرسة. لحظة، هل هذه هي أختك؟ ولماذا تسأل إن كنت فهمت ذلك بنفسك؟ حسناً أيها الفاشلان، أنا قادمة، أريد أن أعدل مزاجي قليلاً. إيبا! أجل، هكذا أفضل، أتمنى لك يوماً جيداً. ما الذي سمحت لنفسها بفعله؟ يبدو أن إيفا هذه تذكرني بأحد ما. وبعد كل هذا لن تصدقني أيضاً يا سام؟ بلى، إنها مزعجة قليلاً، ولكن انتظري، يمكنك الثأر منها، لا تقلقي. كل هذه التصرفات السيئة ليست لي أنا، أنا سأكون جيدة من الآن، أنا جيدة. سارة، ما الذي حدث لك؟ أريد أن يعود كل شيء كما كان بالسابق. نسرق معاً، ننام بالقمامة، ونحصل على علامات سيئة أيضاً. سام، اعذرني، ولكن لا. أوف يا إلهي، لقد بدأت بالاعتذار. قبل كل شيء، سأنهي الأمور مع إيفا. توقفي. لو أنها تعود كما كانت، سأكون الشاب الذي تريده. سارة!
أنت في الحمام منذ ساعتين، ما الذي تنتظرينه؟ هل ستخرجين قريبا؟ دعني أفكر، فقط بقي القليل. باختصار سأبقى طويلة. أنا لا أصدق هذا، بسببك سأتأخر عن العمل. يجب أن تحل مشاكلك بنفسك. حسناً. أليس هذا الروب روب ستيلا؟ أنا لا أصدق أنك ترتدينه. وماذا في ذلك؟ أنا أتقاسمه مع أختي، أتمنى أن تفهم ذلك. إن زوجتي لا تحب أن يأخذ أحد أشياءها من دون أن يطلب الإذن منها. ديفيد، دعك من هذه الروايات. أختي إنسانة جيدة وهي تسمح لي بذلك، لذا أطلب منك الابتعاد عن ذلك. حسناً، كما تريدين، ولكن هل يمكنك الخروج؟ كلا، هيا أذهب أنت. هيا، ولكن يجب علي أن أغسل وجهي. هيا أخرج. لا، كاد أن يفسد. لا أصدق هذا، يجب أن أغسل وجهي. فرصتي الوحيدة للذهاب إلى العمل هي غسل وجهي في المطبخ، ولكن لا أعلم كيف سأحلق ذقني. لقد وجدتها. ما هذا؟ كم هذه الرغوة غريبة؟ هل حل الصباح؟ عزيزتي، إنه وقت الظهيرة. هذا واضح. ديفيد، ما هذا الذي تفعله هنا في المطبخ؟ إنه ذنب شقيقتك، قد حجزت الحمام منذ الصباح حتى الآن. فهمت. وما هذا الذي تغسل به وجهك؟ لقد قررت أن أحلق ذقني ولم أجد أمامي سوى هذه الرغوة. هذه. ديفيد، هذه للحمام. ماذا؟ أي رعب هذا؟ ستيلا، عليك أن تحضري لي المزيد من هذه الأقنعة، لقد أعجبتني كثيرا. لكن أنا لم أسمح لك باستعمالها، أنت لا تعرفين كم هي غالية الثمن. أنا أعرف أنك لا تأسفين أبدا على شيء تجاهي. ستيلا، أرجوك اسمعيني، ما رأيك أن نشتري لها منزلاً جديداً كي ترحل من هنا؟ كلا أبداً، فهي لا تستحق هكذا هدايا غالية الثمن. لندعها تعيش معنا أياماً أخرى فقط. وماذا بخصوص تصرفاتها؟ أنا أعرف، ولكن يجب أن أكون طيبة معها، وبغير ذلك أي مثال سأكون بالنسبة لابنتي إيفا؟ كلامك صحيح، فإن ابنتنا يجب أن تكون الأفضل. هكذا بالضبط. توقفي عن هذا يا إيفا. ما الذي يجري في هذا المنزل؟ يا إلهي، لقد نسيت أمر العمل. نظارتي. ما بكم يا فتيات؟ هيا تزعجني. هذا واضح. أليكسا، تعالي إلى هنا فوراً. اسمعي، لا يمكنك أن تعرفي الحقيقة كلها من إيفا فقط. أمي، أنقيني قليلاً. عزيزتي. لماذا تصرخون هكذا؟ كنت أحاول النوم قليلاً. أي نوم هذا؟ تعالي وانظري ماذا فعلت ابنتك بابنتي. هذا رائع يا ابنتي، لقد سمعت كلامي أخيرا يا عزيزتي. عن ماذا تتحدثين يا أمي؟ أنا لم ألمسها حتى بإصبعي، هي من فعل ذلك. ماذا؟
ابنتي اسمعي، أنت تغضبينني جدا. يا سيدة أليكسا، يجب عليك معاقبة سارة لأنها لا تسمع كلامك جيدا. سارة، اليوم يجب أن نتحدث سويا وبشكل جدي. إذا استمرت ابنتك في فعل ذلك فلن يبقى لدي خيار آخر. أجل، سوف أطردكما. رائع، أنا أنتظر ذلك. افعلي ما تريدين يا ستيلا. يا ابنتي، دعينا نذهب بعيدا عن هاتان. وسارة، لتبقى جالسة وتفكر بتصرفاتها معي. تماما، فلنذهب الآن. باختصار، سأتصرف معك لاحقا، أنا سوف أنام. هل يمكنك أن تستمعي إلي ولو لمرة واحدة؟ فيما بعد. ما أشعر به لا يوتر أمي أبداً، إنها لا تهتم بي أبداً. يجب أن أدرس جيداً، فالاختبار غداً. هل تدرسين؟ لما لا تخرجين للتجول قليلاً؟ كلا، الدراسة الآن هي أهم شيء بالنسبة لي يا إيفا. ومن يحتاج للدراسة الآن؟ كل شخص يحتاجها. نسيت أن أقول لك، يمكنك أن توضبي حقيبتك استعداداً للذهاب. ولماذا هذا؟ أنتما ستغادران قريباً، فجهزي نفسك من أجل هذا، فهمتي؟ هل أنت لا تملكين المشاعر أبداً يا إيفا؟ أخبريني. ليكن ذلك، فلا يهم، لأنني أروع فتاة في المدرسة. هذا ما يقال عنك. سارة، سارة. سام، ولماذا جئت إلى هنا مجدداً؟ أنت تعرفين كم أحب مغامراتك، وقد جئت لمساعدتك لنحل هذا الوضع التعيس. غير معقول، وكيف تستطيع فعل ذلك؟ باختصار، أريد أن أصالحكم جميعاً مع بعضكم. وكيف قررت هذا القرار وأنت تعرف أنني أصبحت فتاة جيدة؟ هيا أخبرني الآن. أنا لا أتراجع عن كلامي، ولكن لقد سمعت أن خالتك سوف تقوم بطردكما من المنزل، وهذا لا يمكن أن أسمح به أبداً. وإلا أين سوف نقيم الحفلات ونرقص سوية؟ كل شيء واضح، لقد استرقت السماع لكل الأحاديث مجدداً. أنا أفعل كل هذا من أجلك فقط. حسناً، هيا أخبرني ما الخطة. لا لا، لن أقول لك شيئاً حتى لا يفشل مخططي، سوف تعرفين لاحقاً. رغم كل شيء، سام يحبني كثيراً. لا، هيا إلى الدروس مجدداً. هذا القدر من العمل لن أستطيع إنهاءه. حسناً، يجب علي أن أحضر الطعام أولاً، ومن ثم أغسل الأواني. وهذا أيضاً يجب علي أن أسجله. لقد فهمت الآن، سارة تأخذك كقدوة لها. وأنت من تكن يا ترى؟ أنا صديق سارة المقرب، أقصد قريبتك. من دوني أن أسألك ماذا تريد، فأنت لست مهذبا كما هي سارة. نعم، لكن قبل أن تقيمي الآخرين من الأفضل أن تري أفعال ابنتك. وما الذي تقصده بهذا؟ إن رافقتني الآن سوف تعرفين ما الذي أقصده. هل يمكنك التفسير بشكل طبيعي؟ أظن أنه من الأفضل لك أن تأتي معي، لأنك لن تصدقيني إن قلت لك. لقد اختلطت علي الأمور بسببك. ستعرفين كل شيء بالتفصيل إن اتبعت تعليماتي بحذافيرها. لنفترض أنني موافقة، ولكن ماذا ستفعل؟ الآن سوف تتبعينني. تفضلي.
هيا ابدأي. إيفا، أنا ذاهبة إلى التسوق. لقد خرجت أمي للتسوق، سيكون لدي الوقت لإكمال ما قررته. سارة، تعالي إلى هنا فوراً، لدي شيء لك تودين رؤيته حقاً. سارة، 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 سارة. إيفا، توقفي، ما الذي تفعلينه بثيابي؟ أرجوك لا تفعليها. كلا، كلا. ماذا؟ أنا لا أصدق عيني، الآن سأحل الموضوع فوراً. لا لا، انتظري، ليس الآن. لن يصدق أحد أنه أنا من فعل ذلك. لماذا تفعلين هكذا بي؟ لماذا أنت سيئة معي؟ أخبريني. لكي يعرف والداي أن هذا ليس مكانك أنت وأمك. وإذا تمكنت من ذلك فلن يبقى لنا أنا وأمي مكان نعيش فيه. أرجوك. ذلك لا يهمني أبدا، صدقيني. إيفا. أمي، لن تصدقي ما الذي فعلته سارة هنا. هيا، ما الذي ستقولينه لي الآن؟ فقد كنت أراقبك من بعيد ورأيت كل شيء. لقد أخبرتك يا سيدة ستيلا، لقد أخبرتك. سام، أنت لست وحدك. لم أتوقع هذا منك أبدا يا ابنتي، فكيف أستطيع النظر في عيون الناس بعد الذي فعلته؟ يبدو أن أحدا ما قد أخفق كثيرا. هو أي عقوبة تنتظرني الآن؟ ولا أي عقوبة، أكثر ما كنت أخاف منه أن تكوني مثلي عندما كنت في سنك هذا. ماذا؟ ما الذي تتحدثين عنه بالضبط؟ أمي؟ ماذا يا ستيلا؟ هل حان وقت الحقيقة؟ أليكسا، توقفي. إذن أنا سأتحدث. ستيلا لم تكن فتاة جيدة كما هي بالواقع الآن. هذا غير ممكن أبداً. بل هذا ممكن. سابقاً كانت هي سيئة، وأنا كنت الفتاة المثالية. يا إلهي. وعندما اتصل والدي بالشرطة لأكثر من مرة بسبب تصرفاتها السيئة، غادرت المنزل وقد أودعوها في ملجأ الأطفال هناك، حيث جعلوا منها شخصاً طبيعياً. لذلك هي حاقدة علي إلى الآن ولا تحبني. لهذا السبب سارة تشبهك وإيفا تشبه كثيراً السيدة ستيلا. إذن لماذا أصبحت سيئة هكذا يا أمي؟ لأنني أردت الانتقام منها وليس هذا فحسب. فعندما عدت من الملجأ بدأت أوقع بها أمام والداي أيضاً، وقد حققت كل الذي أريده وقام والداي بطردها من المنزل. حسناً، ها أنتم تعرفون الحقيقة وأخيراً. هيا تصالحا حتى تكونا مثالاً لابنتيكما عن كيفية تصرف الأشخاص البالغين. لا مشكلة هناك. ستيلا، أتعانقينني؟ تعالي إلي. أنا أفعل هذا من أجل الفتيات فقط. سارة، إيفا، لقد جاء دوركما، هيا. كل شيء إلا هذا. تعال إلى هنا، هيا. ستيلا، إيفا، لقد عدت. هل كل شيء على ما يرام؟ لا يمكن للوضع أن يكون أفضل. ما الذي حدث؟ أنا لم أعد أفهم شيئاً. أحياناً تتخاصمان وأحياناً أخرى تتعانقان. من الأفضل لي أن أذهب إلى العمل.